أبي أنا سعيدة أنني وجدت هذا الكتاب، إنه رائع قيم جدا. نعم إنها كتب جميلة تصلح للفلافل والترمس. أجل، مكتبة رائعة. جيدة، لقد اشتقت إليه كثيرا، ولكنني لست وحدي، أخاف أن يكشف علاقتنا أمام أبي ويكحلني. عندي فكرة. أبي؟ نعم. صدفة هذا زميلي من الجامعة، إنه الأول على الشعبة كلها. هل أستطيع أن أسأله عن أنواع الكتب اللي طلبها الأستاذ؟ وهل هو شاطر؟ جداً. إذن لا مانع لدي. حسناً. لدي. هل جئت لأخذ كتاب؟ انتبه لست وحدي، تخبصش، للكاتب الإنجليزي شكسبير؟ لا، ولكن أتيت لأخذ كتاب متى سأراك للكاتب الإنجليزي فرانسيس سيناترا. لا يوجد عندي هذا الكتاب، ولكن ربما أنصحك بكتاب نلتقي تحت شجرة ليمونة أبو خالد مساء، للكاتب النرويجي البلجيكي بيلي بلياردو. حسناً، معناته سأهديك كتاب سأكون في الانتظار مهما طال الزمان، للكاتب إليخاندرو دي كابريو. حسناً، وأنا بدوري سأحضر كتاب لن أتأخر يا حبيبي، إلى الكاتب الفرنسي أوليفر تويست. ولكن هذا كثير، هل لديه وقت أن يطالع كل هذه الكتب؟ نعم أبي، إنه طالب مجتهد ذكي، مطالع نهم فجعان. إذن عليه أن يطالع كتاب للكاتب فرانك أبو شبرية، وإنت طالع كتاب بدي أمزع شعرك شعرة شعرة للكاتب ليوناردو أبو خوصة. معناته بدي أخذ كتاب لشرات ثلثين المراجل وأغادر. انتظر انتظر قليلا، انتظر. هل قرأت كتاب بدي أخلعك شلوط في 200 شلوط في محل واحد؟ لا لا، إذن سنقرأه سويا. يا هامل أنت وياها بتزبطوا في بعض، هنا بتحبحبوا في بعض، بتزبط فيها يا كلب. أحبك وانتظرك تحت الليمونة وتحت النفق وتحت الشجرة ويا والله ما بتستحوا. لا والله قال إني أنا مش عارف. طب من هذه كل الكتب مر علي وأنا عمري 12 سنة؟ عليك أن تقرأ كتاب ما تبيعش الخس في حط الخساسين للكاتب أنا حب فيها. أراك عند الليمون وبحبك وبحبك.